عدد السلام والراب ماشين دمج قتيل كلام سليم طرف في الراب اديب قدير تيك توك مين شغلك سلعه ومنتهي امرك فرضك تجري كشات انا ادرك فرمك كل ادائك سلطه ست سنين لحين موجود بديل كفيل يشيل البنش ودي في كيس متابع غير جيد للجيم علشان البوكو اكيد اهلا بيكم في فيديو جديد من راب سين. معنا النهاردة فيديو أخبار ومعنا مواضيع كتير هنتكلم فيها، لأن زي ما انتوا شايفين احنا بقالنا تقريبا كام يوم واقفين ومش بننزل حاجة، لكن امبارح زي ما انتوا شايفين نزلنا بحاجة كده كانت جاهزة من فترة، واللي هي كانت تحليل تراك همج وتراك طابو مالو الأبيوسيف. فلو ما شفتش الفيديو هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. كمان حابين نقول لكم ان في تراك جديد نزل على قناتنا التانية راب سين ميوزك بعنوان يسترداي لهيما كابوكي فيتشرينج تي سموك، ولو حابب تسمع التراك هتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت او في اول كومنت. عايزك بصراحة تفكر وتحط نفسك هنا، عمال تسعى وتشقى والناس تهد البنا، عمال بتلهم بشر بتقول هي بنا، مع ان الامل كذبة واللي نشرها غشنا. انا كنت زيك كده والقصة من سنين، محلم اكون مميز وسط بشر عاديين، محلم اكون الاول ابقى الصايع الاول ابقى الطالب الاول، ويبقى نجاحي مول كل فكرة جوا دماغي متخرج عاطل برب من اولى اعدادي. وبعيدا عن التراكات اللي احنا اتكلمنا عليها لأبيوسف في البداية، فأبيوسف نزل تراكين الاسبوع دوت، كان تراك البراندة وتراك عمر، والتراكين دخلوا الترند برغم ان الاتنين كانوا في يومين متتالين، فده شيء عظيم جدا. طبعا البراندة احنا نزلنا ريفيو كده سريع سطحي شوية عليه بعد ما نزل بساعات، لكن تراك عمر لسه ما نزلناش حاجة عليه وهنأجله يومين كمان عشان هننزل حاجة كويسة جدا للتراك دوت. كمان في مراجعة تراك عمر هيكون في تعقيب عن شوية حاجات فاتتنا في تراك البراندة اللي نزل برضو، فهناخد الاتنين مع بعض يعني. دلوقتي ندخل في المواضيع اللي معانا. أبيوسف بعد ما طلع ترند بتراك البراندة اللي هو طبعا كان التراك كله زي ما نقول كده تهليس، اللي هو هو مش تراك، ما نقدرش نقول ان هو تراك لانه كان بيسخف على شاهين فيه. ايه كل العظمة دي؟ دي مش فرصة، دي بقرة. فأبيوسف شاير سكرين شوت كده وهو ترند التراك وراح كاتب لك ها اللي هو انا ترند وانا بسخف، فاهم؟ بعد كده ابيو طلع في فيديو بيبارك للفانز بتوعه ان هو طلع ترند اتنين على اليوتيوب بتراك دقيقه ونص ومتصور بالموبايل. مبروك الاتنين عيلة تينكس وتكشيره، مبروك طلعنا رقم اتنين ترندنج بدقيقه ونص وموبايل حسن خرشد للبابا على البيت. انا مخلصتش لسه على فكره. عبلة دب وبشتري في مدرسة، الناس تري ده لازم، حدش مهتم بيك كأن فيلم توم اند جيري نازل، انت في الفيري نازل. وبعد ما أبيوسف نزل بوست عن تراك البراندة على الفيسبوك، كان في حد كتب له كومنت وقال له انت رابر فشيخ وكل حاجة فوق دماغي، بس انت ليه حاطط شاهين في دماغك؟ هو شاهين ما نكش فيك انت، بس هو بينكش في كله عادي. فبعد كده قال له ان انت محروق من شاهين ومش عارف ليه، واكبر دليل على كده ان انت بعد ما شاهين مردش عليك بتحاول تستفزه. بعد كده أبيوسف رد عليه وقال له ايه علاقة التراك دوت بشاهين؟ طبعا الكلام دوت كان على تراك البراندة. طبعا احنا قلنا ان تراك عمر هنتكلم عليه خلال ايام، بس هنوضح بس حاجة بخصوصه كده بسيطة. أبيو مهاك اليوتيوب، ده مسدس ليزر بعمل بيو بيو. كان في لاين من أبيوسف اللي هو بيقول ده مسدس ليزر بعمل بيو بيو. وبعد التراك كان ويجز نزل ستوري على الانستجرام، كان صورتين كده واقف فيهم مع اصحابه، وكانت الصوره الاولى مكتوب فيها كابشن لا يا اخويا ما يهزرش معايا، والصوره الثانيه كان كاتب فيها تعرفني منين انت عشان تضربني بالنار. فتقريبا الموضوع ريليتد شويه باللاين اللي أبيوسف قاله في تراك عمر. ويجز برضو كان ليه بار كده قريب من البار دوت في تراك بوزيت، اللي هو كان بيقول لك لو يتكتروا بعمل ظابط بيو بيو وماسك مسدس لعبه. ميلي الشغله ايتا وبوزي حرب الشاطي عادي مش جودد، لو يتكتروا بعمل ظابط بيو بيو. كمان كان في حاجه تانية بخصوص ويجز كده، من كام يوم كان منزل اسك على الانستجرام، في حد ساله قال له بحكم اني شايف ان الليركس بتاعتك من احسن الليركس في مصر، وسال ويجز ازاي يبقى عنده حصيله ليركس كبيره زيه. فويجز رد عليه وقال له ان القرايه رقم واحد وان لازم تقابل ناس من كل حته وتسمع وتترجم كل حاجه. ليركس في العصابه بكسر انت بكسر انت الاقوى من فتره 50 في شنطه مره العارضين مره روح عندها. ودلوقتي خلونا نقفل موضوع بيوسف وويجز وخلينا نروح لعفروتو. عفروتو نزل له تراك جديد فيتشرينج محمد خالد اليوتيوبر بعنوان كوتش اديداس.
كنت يوم ماشي في الشارع لحالي بدور على واحدة ونفسي اشوفها تاني اشوفها ولا في يوم ما مالتش حسابي بس استغربت عشان لقيتها مستنياني كنت شايفها واقفة هناك قالت فينك من بدري مستنياك قالت يلا قلت فين قالت واخدك على ماك هقضي اليوم معاك يلا نروح ناكل في ماك. التراك ده دلوقتي هو ترند واحد على اليوتيوب وعمل 1,000,000 مشاهدة في 2 تقريبا. طبعا بعيدا عن اي حاجة مبارك لعفروتو لانها خطوة مهمة جدا بالنسبة له لكن بالنسبة للتراك انا مش بسمع اصلا التراكات اللي بتنزل من اليوتيوبرز لان التراكات دي بتبقى رايحة لفئة عمرية كده معينة هم اللي ممكن تعجبهم حاجة زي كده يقعدوا كل واحد منهم يسمعها 60-70 مرة لكن التراكات اللي بيعملوها اليوتيوبرز عامة بتبقى الليركس فيها تعبانة جدا يعني فانت لو عايز تسمع تراك تقيل يعني ما تروحش للتراكات اللي هي بتنزل لغرض ان هي تبقى ترند او فيتشرينج مع يوتيوبرز مثلا انا في تراك اصلا شيرته من يومين اللي هو التراك ده يعتبر جاي على لوني المفضل اللي هو تراك شالوم لابو زيد مش عارف اذا سمعتوه او لا بس انا شيرته يعني في كل حته اللي هو كنت شويه واطلع من الثلاجه اشيره لكم فلو ما سمعتوش هتلاقوا اللينك تحت في اول كومنت روحوا اسمعوه برده هيعجبكم جدا دوس على اللو وحوش على اللودر رفعين اللو ده مش ريل بمتلو ليه عرسين بدلهو زي البيس مع الشوتر نقل قول شعلو ابتلى قدامي هقول ربي يزيد لو انت يبقى تدى انه يزيل على عكسك لو تكسر الديلز تيجي تسلك هنعمل ناسين قلوب ما جسمها متاجنة انير بيس فشايفنا دريم تيم مش منا فالزمن جاب اجلك جلد كبير ما يخسسه جرين تيم ضروري افضل ساب لونج واي مرض دبر شاك الدنيا فينا تشكل على اللي طرنت لكك ناس كتيره تشكك على الخيبه هجرؤس سوي انت تايه وحده رساك جت كتيره تمت بقدر ما تتمم كنت كتير تتمم تجير فيها تم العيش رباك ما هتحس برفاق في كمان تراكات تانية جامدة لي عندي في البلاي ليست زي تراك كله ماشي وتراك دبل فيس فده لوني المفضل يعني ومش معنى كده ان انا يعني بسمع حاجات تانية غير كده بس ده بالنسبة لي المود بتاعي يعني فمش عارف اذا في حد بيشاركني في الحوار ده او لا المهم نرجع لموضوعنا وبعد الارقام الفلكية اللي عملها التراك بتاع فروتو ومحمد خالد امسي هوك نزل بوست على الفيسبوك وبشكل ساخر كده كان بيتكلم وبيقول عشان بس الشباب اللي بتقارن بعض بالفيوز والترندات والسماع اللي بيقيم الرابر على قد مشاهداته وانه جه يعني واحد يوتيوبر حط على الكل يعني او تلعب ارقام عالية على كل الليفل اللي الناس بتلعب فيه دلوقتي ومعتبراه مقياس عالي يعني بس يعني كتعقيب على الكلام دوت فالشخص دوت او اليوتيوبرز عامة جمهورهم تحت السن فهم عادي بالنسبة لهم حاجة زي كده اصلا كل واحد ممكن يسمع التراك ده 60-70 مرة عادي جدا فهي مشاهدات اليوتيوبرز كده عامة يعني سواء في مصر او برا مصر يعني وبس خلينا نقفل على الموضوع دوت ونروح لاخر حاجة معانا عن بو كلثوم كان منزل اسك على الانستجرام ففي حد سأله ممكن نسمع لك فيت مع شخص مصري ولو ان اسلوبه مختلف جدا عن اسلوبك زي ابي يوسف مثلا فبو كلثوم رد عليه وقال له طبعا وكان في حد سأله وقال له امنية حياتي انك تعمل حفلة في مصر وبو كلثوم رد عليه وقال له انا كمان انتو زرعوا وانا بس ببيع شوكي فوتوا القلبي وانا بعيني ببيع شوكي مع تراما صغار عندي رانديفو من انصاف احلامي انا ببيع نومي من تقل جفاهم بقطع توبي نام بس لطيفهم يقطع صوبي مع الوحدة عندهم رانديلو وانا ما في غيري بصفوف لساني يما رجع طفلو لساني بتعلم ولو قلبي بالشوك اتفخر لحظة اللي بسرعة اتعلق لا تنسو وبس ده كانت المواضيع اللي معانا النهاردة معانا حاجات كتير هنتكلم فيها زي ما قلنا اليومين الجايين فهتستنونا وهنحاول ان احنا نغطي كل حاجة فاتتنا الثلاث او الاربع ايام اللي فاتوا وكالعادة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية وتسمعوا التراكات اللي بتنزل هناك ما تنسوش تشتركوا في القناة هنا اذا مش مشتركين وما تنساش تشير القناة لاي حد من صحابك مهتم بالراب سين عشان ده بيوسع دايرتنا بشكل اسرع ودلوقتي انا هسيبكم مع التراكات اللي نزلت جديدة وكالعادة هناخد تراكين او ثلاثة من البوم بلاك بي اللي نزل الاخير شفت الظالم والمظلوم ومهتم شفت العاقل والمجنون بينهم دم شفت الفقر كيف يكون علامة دم وقف تحتي عد فلوس وصلت كم
شفت الظهر مين اللي تحت التكييف بيشوف الضعيف بيرغيف عشان رغيف وإذا انتصف ليلة واستشعر نسمة خريف يدخل جوا بيته مو يتمدد الرصيف شفت الأم كيف تحسب باقي عمرها كيف بيكبر ابنها هل لو كبر ببرها شفت الزوجة كيف تتساءل وين راح زوجها هل قال في اهتمامه أو لقى للنزوة موجة الشارع أصبح بيتي منبه الساعة سعاف بنادم على اليوتيوب الليلة بس بتوب نخاف بمر من عندي مسرع ناوي يلحق الزفاف